وقع في منطقة الناظور بالنسبة لي هو عبث مطلق. ماذا وقع؟ هناك مجموعة ديال الأشخاص اللي طلبوا une autorisation pour construction d'un bateau de plaisance من وزارة التجهيز، يعني طلب الحصول على رخصة لبناء يعني قارب ديال البوليستير من أجل السياحة، وفيما بعد حولوه إلى سويلكا داروا فيها السردين والضوء ومشاو كيصادوا. شني هذا؟ هذا مركب غير مرقم، ما عنده رخصة ديال الصيد، ما عنده وجود، سي ان باتو بيرات، واللي اليوم تعدل واحد 30 ولا 40 وسموهم سويلكات. ومن بعد ملي جا المندوب يعمل يعني يتحمل المسؤوليه ديالو ويطبق القانون، ولينا كنشكي وكنقولوا هادو الدراويج تعدوا عليهم، داو لهم رزقهم، عملوا لهم. هذا تغليط للراي العام وتغليط خطير. فين باغي نمشيو بهذه البلاد؟ فعلا جلاله الملك في النداء ديالو قال خص التساوي من الفرص، مزيان ولكن في اطار القانون، ماشي يمشي يعمل فلوكه انتينا ديال البوليستر مع عند وزاره التجهيز ردة ديال الصيد البحري، وجمعوا 30 ديال الناس وجمعوا في واحد البلايا، جيبوا شخص يكون برلماني ولا يكون شكون ما كان، ويبدا يقول في البوق الله هذا هذا منكر كيتعدى على الدراوش. هذا عابث، يعني هذا ماشي عابث، هذه قمه في العابث. اذا مشينا بهذه الطريقه هذه هي بحرويه المتوسط مهدد، عنده نقص المنتوج، عندنا مشكله مشاكل هيكليه الحمد لله بدينا كنتغلبوا عليها، لان ظهر السردين ظهرت كوايا الخير ذاك كيف بحرية المتوسط، وذلك رجع لبرنامج اليوتيس في شقه من الراحة البيولوجية وإيجاد الشعاب اصطناعية في البحر اللي دارت مناطق ديال التوالد ديال الأسماك، بدينا كنسترجعوا الصحة ديالنا. فإذا بدا كيخلق لنا هذا العجب، كنا كنقولوا قبل مركب فلوكة كتولي منبارا كتعمل السردين عندها رقم ديالها وعندها لاسيروس ديالها، وكنا كنغوتوا هذا عجب، هذه فلوكة فونتوم معدلة ديال البوليستير ما عندها حتى شي حاجة وصبح عندها حقوق. فين ماشي نمشيو بهذا القطاع؟ نمشيو به الهوية. أنا كنظن كمسؤول على قطاع الصيد البحري من الناحية التمثيلية هذا العبث هذا هو غير مقبول وغير منطقي وما خصيش يكون. وأنا بكل وضوح اللي هو في إطار القانون كاين مشاكل، كاين مشاكل اجتماعية، حنا نتوافقوا نشتغلوا نتركوا نجتهدوا، البيبان ديال السلطات محلوله، كاين حوار مستدام بين وزاره الصيد البحري ووزاره الداخليه كذلك في ممثليها على صعيد النفوذ الجغرافي اللي كنمثل هنا، كله يعمل سواء في اطار المبادرات الوطنيه للتنميه البشريه لدعم الصيد التقليدي، سواء في المبادرات الاحاديه الجانب من طرف الجمعيات، سواء في المبادرات اللي كتقوم بها الغرفه. ولكن باش نخرجوا على القانون ونخلقوا العابات ومن بعد نبداو نشكيو ونبكيو، انا هذا بالنسبه لي منطق مرفوض لن اشارك فيه، وغادي نتصدوا له بجميع ما نملكه من قوة اقتراحية لاحترام القوانين لدى وزارة الصيد البحري، وما غادي غلطنا حتى شي واحد. وكنظن انه احنا سمعتي في الكلمة ديالي قبيلتي مع الاخوان المهنيين خصنا نترفعوا على هذا المستوى، هذا هو المستوى ديالنا، خصو يكون مستوى معقول. عندنا مشاكل يمكننا نطرحوها في اطار الاحترام، في اطار التوافق، في اطار الاختلاف، بدون سب بدون شتم، كل واحد كيضرب الراي ديالو، وفي الاخر هذا قطاع ديال المغاربه كاملين، كل واحد خصو يشارك شويه من عنده وياخذ شويه باش نخلقوا فوضى وعابات. حنا السياسه ديالنا في غرفه الصيد البحري لا تتماشى مع التوجه هذا هو، ولا تتماشى مع توجه التغليط، وما عندنا علاش نركبوا. والجانب السياسي ولا التمثيلي كنحاولوا نتجنبوه، حنا معروفين كنخدموا في اطار المهنه، عندنا توافق هنايا كنقولوا المهنه هي الاول، المهنه هي الاخر، والثروه السمكيه اذا حافظنا عليها غياكلوا اولادنا اولاد اولادنا. حنا منطقه كما كتعرفوا مردوديه ديالها من البسيطه الى المتوسطه، كنتعاملوا معها في قدر المستطاع، وكنتوافقوا مع الاخوان ديالنا ونطلبوا الله عز وجل ييسر الامور وتمشي الامور للامام.